أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم يا ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي
ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات لهم
صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.